لبنان زهرة الخليج، عم نحاول دائما نقدم لكم اشياء مختلفة، وفي حلقة اليوم رح نقدم لكم مجوهرات مع ضيفتنا ندى غزال. اهلا وسهلا فيكي. يلي بتصمم لماركة ندى جي، رح تقدم لنا مجوهرات. شو كيف بتقولي عنها مجوهراتك؟ عصرية بس بتضاين لمدى الحياة. بنشوف سوا مجموعة ندى جي. ندى، فيك تخبرينا عن كل قطعة اللي عم تقطع هون؟ عنا هيدا العقد اسمه من الكوليكشن تبع مود سوينجز. هول الكليبس بيجوا يا الماز يا كولر سافاير، وهول الكليبس بيتركبوا بينقاموا، يعني فيك تحطي بالعقد كليب وحده او اثنين او ثلاثه حسب المود تبعك. بيجوا الكليبس ثلاث الوان، ذهب اصفر، ذهب ابيض وذهب روز، بينقاموا بينحطوا. فيك مرات تلبسي العقد لحاله، فيك تزيدي عليه كليب وحده لحال حسب قد ايه حابه تعجقي وحسب الفستان اللي لبستيه. هون شو عم نشوف؟ هون عم نشوف اوكي، هون عم نشوف حلق كمان من الكوليكشن تبع مود سوينجز مع الالماس، وفي عندك اللي هو ثلاث خواتم بينلبسوا مع حابس كمان، بيجوا بينك وابيض واصفر، بيجوا ساده او بيجوا مع الماس، يعني فيك تحطي قد ما بدك خواتم. هي الفكره انه نعمل شيء بتقدري تلبسيه على سهره، بتقدري تلبسيه على مناسبه كثير ثقيله، بس بنفس الوقت بتقدري تلبسيه لك كل يوم، لان الفكره انه خلص بس نحط المجوهرات. هون كثير حلو هيدا، كمان ثلاث قطع. هيدا بيجي الخاتم مع العقد، بيجي الخاتم والحلق مع الالماس، وبيجي العقد الطويل وبيجي العقد الاصغر القصير، يعني في واحد ياخذ حسب، هو في ياخذ الشيء الاصغر او في ياخذ ال فين يلبسهم كلهم مع بعضهم. انت بتحبي كثير تشتغل على الطلب، رح نحكي هالشيء مع زملائي بعدين، بس بتحبي هيك تلحقي شخصيه كل مره. اكيد، لان كل واحد يكون عنده شيء خاص له. هيدا خاتم الماتريكس، هول الخواتم من الخواتم اللي كتير بوبولر عنا بندى جي، بيجوا كأنهم ختمين بقلب بعضهم. هيدا الخاتم تقريبا في 1080 حجرة بهيدا الخاتم. بهيدا الخاتم في عنا ألماز أبيض من جوا مع الألماز الأسود من جوا. هول الخواتم اكشلي ربحونا جايزة بلاس فيغاس. هول من الخواتم كتير حلوين، مجموعتي كتير حلوة. ولا بحسهم كمان لصبايا صغار ولا ستات. هلا هيدا مكتوب عليه سبحان الله سبحان الله بالالماز الاسود، ومن جهه الثانيه الماز ابيض، ونفس الشيء هيدي الكوليكشن موجود منها كثير فرايتيز، يعني في منها الماز اسود، في منها الماز ابيض، في فرايتي كبيره، وهيدا بيجي عده قياسات. هيدا العقد كله مرصع بكولورد سافاير، سفير الملون، كل الالوان زهر ازرق اصفر، كثير حلوين. وعن جد يعني انا بشوف صبيه عمرها 20 سنه وست اكبر بكثير لابسه. هيدي الفكره. وهيدا الحلق فيه نوعين حلق، وفي كذا نوع خاتم معه، ونحن حبينا نحط هلا الخواتم الصغيره ونفرجي الحلق العقد الطويل. انا بشوف انه اكيد رح تنجح، لانه بتحبي مهنتك من كل قلبك. مزبوط. طريقه وصفك له يعني بتطلع على بالنا، بنحس كاني قصه كل بتعرفي، لانه بما انه انا برسم القطع قبل، وبما انه انا كمان بشتغل بالاتوليه، يعني لهيك بكون من كل قلبي عم بحكي عنه. هيدي من الكوليكشن اللي اسمها ملاك، هيدا كله اللي شايفتيه الماز ملون. هيدا ملاك كمان، حتى شايفي هون في بلا حجر. هي الكوليكشن كمان كثير يعني وايد، منه بس على هول القطع، بس نحن حبينا نفرجي بس كم قطعه منه. شايفي هون في تقريبا 8 قيراط الماز بقلب الخاتم او بقلب العقد. عم نشوف انه كله عم بيبرق، وفي عدة الوان، وبيجي على الفورم تبع الاوفال او الفورم المدور او فورم مربع. بس حسيت انه بتحب تحطي سوبر بوزيشن فوق بعضهم، كوليه اثنين مع بعضهم. اوكي، هلا هيدا من الكوليكشن اسمه اوما، هيدا هيك شوي فانكي اكثر، يمكن دخلوا الماس كمان، ودخلوا الماس وجنزير. عندك دائما ناعمه. مزبوط. ايه، عم بحب فرجي اكثر القطعه اكثر من النكلس. اوكي، هيدا كمان من الكوليكشن تبع اوما، اذا بتشوفي الحلقه. نفس الستايل. هيدي الاسواره بانجل لحالها، وفي الخواتم كمان فينا ننقي ذهب ابيض ولا زهر، لون بدنا اياه.
هون كمان لونين مختلفين. هيدا واحد مع روبي والماز ابيض، واحد اطول من الثاني. اي واحد ايه. طويل وواحد قصير، يمكن القصير شوي اقل يعني رسمي اكثر من الطويل. ايه مزبوط، بينلبس كمان لوحده. القطع عن جد كثير حلوه، بتنلبس مع التياب. مهم انا برايي يكون ساده القطعه، تكون احلى تيبرز اكثر. هلا هون عندك بس حطينا البانجلز هولي تتفرجي انه في اشياء فيها تنلبس. يعني شفتي اذا بتشوفي ايه. هيك البانجل سكوير منه كثير حلوين، يعني الايد دغري بتبين، يعني مش انه سواره عادي. ايه كثير لذيذه، وذهب ناعم رفيع. ندى شو هالمجموعة الحلوة والعصرية، نحن حابين نتعرف عليك أكثر، ضلك معنا نتحدث مع زملائي، بس قبل خلينا نشوف سوا هالتقرير. ورثت ندى حب تصميم المجوهرات من جدتها يلي كانت بارعة بهالفن. بعد ما نمت ندى هالموهبة ابتكرت أول خاتم ذهب مع الأحجار الكريمة يلي كان مميز بتصميمه. هالشي خليها تبتكر 25 قطعة مجوهرات بموديلات غريبة وأحجار كريمة متعددة الأشكال. سنة 2004 ولدت مجموعة ندى جي مع محترف خاص لتصنيع المجوهرات، وتنوعت بين سلاسل، خواتم، أساور وبروشات. ندى جي تستعمل الذهب أكثر شيء لأنه مصدر طاقة إيجابية وقريب على قلب كل ست. مجوهراتها مزيج من أفكار عصرية، عرضت بلندن، باريس ولاس فيغاس. إذا حابة تحطي قصتك بقطعة مجوهرات، ندى جي رح تحقق لك هالشي، لأنه كل قطعة لها قصة. ورجعنا عشان نكمل مشوارنا معاكم في زهرة الخليج، بعد صج 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 هالأرض الجميل الرائع لأحلى شيء أنا أحبه في الدنيا. المجوهرات من ماركة ندى جي، تصميم ندى غزال. أنا حابة أقدم الفقرة هيك لأنه شفتوا خاتمة شو حلو هيك شوفوه من قريب. ندى تعرفنا عليك من خلال التقرير ومن خلال المجموعة اللي قدمتي لنا إياها، بس عندك إجتك فكرة هالمرة دريس ماي فينجر. مظبوط، شو هي الفكرة؟ دريس ماي فينجر هي بلشت أنا من وقت أنا تجوزت، هي بلشت إنه فكر الواحد كتير 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 بياخد وقت عم بيعمل فستان العرس وعم يعمل الديكوريشن تبع العرس تبعه وعم بجرب يقدم أحلى شيء بعرسه، بس في شغلة ما منهتم كتير فيها اللي هي سوليتير. منو قال ما بنهتم؟ رح أقول لك من أي ناحية. هذا أهم شيء في حياة البنت من ابتدائي هو تحلم بالخاتم غير. مظبوط، لأنه هيدا شيء كتير مهم. أنا بتطلع حوالي وبلاقي إنه الأغلبية بيلبسوا خاتم عادي مع الحجرة وكلهم بيعطوا قيمة لهالحجرة، بس بلاقي إنه ما في كتير إلا معنى معنوي. بقررنا نحن نطلع بفكرة Dress My Finger اللي هي ناخد لحظة من العرس وهيدي اللحظة نحولها لخاتم، يعني جزء من الخاتم يكون خصة. مزبوط، ذكرى مكان. هلأ بعطيكم يمكن إكزامبل اللي هو العرس. أنا أول ما شفت جوزي بالعرس كنت حاملة، بتعرفي عادة بنعمل بوكي، البوكيت تبعي كانت بس وردتين سبلت كل واحدة لحالة. أول ما شفته عطيته وردة لإله، بقى نينتنا معنا وردة بكل العرس. أوكي، بقى أنا بالنسبة لإلي هيدي اللحظة كانت أهم لحظة بالعرس تبعنا، اللحظة اللي عطيته الوردة، وهيدي اللحظة اللي هي كانت الكونكشن لبقية حياتنا اللي نحن مجوزين. لحظة مصيرية. مظبوط، لحظة مصيرية. بقررت السوليتير تبعي أعمله وردة والحجرة بقلبه، الوردة بتنلبس هون بتلف وبتكمل بتصير المحبس، يعني تنقص جوزك. بقى هو بيعمل مثل الإترنتي، مثل الإنفينيت ساين.
بقى بالنسبة لإلي هيدا حتى الخاتم إذا أنا هديته بعدين لبنتي أو لمرت ابني مميز. هيدا له قصة له قصة وله رمز يعني له رمز. فكرة دريس ماي فينجر إنه كل واحدة عندها قصة تقدر تخبرها وتعبرها بخاتم. كحل عالم المجوهرات واسع كتير، نعرف إن المجوهرات بتتابع كمان عالم الموضة تستوحي منه، ونعرف إنه عالم البرفيوم كمان بيستوحوا من المجوهرات تيعملوا الغطاء تبع البرفيوم. عالم حلو كتير غرقتينا فيه سبحنا فيه ونحن مبسوطين. بتشكرك كتير ندى، موفقة إن شاء الله تكون الفقرة عجبتكم. لازم تكون عجبتهم لأن عجبتنا فعلا فكرة مميزة. أحمد العونان بصبعك الكريمة واختار لنا موضوعنا الخامس لمشوارنا اليوم في زهرة الخليج. موضوعنا الخامس مقابلة فنان. مقابلة فنان. مقابلة أحمد العونان ودقيقتين ممنوع تقول فيهم نعم ولا بكل اللهجات بكل